كوكو، السلام عليكم. زوف اللون، مرحبا بكم في قناة يوتيوب مساء شفا. دونك ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة، صحة رمضانكم اي صحة فطوركم، ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. اليوم راح نهضروا على موضوع يهم جميع النساء، سواء كانت حامل ولا ماشي حامل، ما حنبازيو على المرأة الحاملة. دونك هي لي زانفيكسيون اورينير شي لا فام اونسانت، النساء معرضات جميعا لهذه الحاله، خصوصا للمراه الحامل. علاش؟ لانه بكل بساطه كي شغل الاناتومي ولا نقولوا التفصيل تاع الجهاز البولي كيفاش مخدوم، هو اللي يخلينا عرضه لهذا لي زانفيكسيون اورينير. راح نحط لكم هنايا تصويره اللي تبين كيفاش مخدوم الجهاز البولي عند المراه. عندنا دوكا الجهاز البولي تاعنا يتكون من عندنا هنايا الكليتين، ومن بعد نهبطوا عندنا زوج كيفاش يقولوا لهم الحالب، عندنا زوج يجي من كليه لكليه، وعندنا لافيسي، ومن بعد عندنا المثانه هي لافيسي، وعندنا لوغيتر ولا مجرى البول، وعندنا فتحه البول. دونك حنايا لوغيتر هذاك هو القناه اللي يجي من المثانه من لافيسي حتى لوميا اورينير، يعني حتى فتحه البول. دونك هذه القناه بزاف تكون قصيره والفتحه تكون قريبه للشرج، سوكي فاسيليت يعني اللي يسهل صعود الميكروبات نحو المثانه. دو بلوس ولا زيادة من ذلك، أثناء الحمل عندنا هرمون لابروجستيرون. هنايا لابروجستيرون أثناء الحمل شكون اللي مسؤول عليه؟ مسؤول عليه المشيمة، المشيمة هي اللي تفرزهولنا. هاد الهرمون واش يدير؟ راح يبطئ لنا عمل العضلات ولا عمل تاع لي مشكل تاع لافيسي ولا المثانة. وعندنا هذوك زوج الحالب، هادو زوج القنوات اللي يعقب منهم البول من الكلى لافيسي، لي وليو يعني وليو مسترخيين وما يخدموش خدمتهم كما كانوا قبل ما تصرى لا غروسيس. النتيجه البول ويحبس وما يمشيش مليح. دونك حاشاكم البول راح يحبس في هذوك مادام لي مشكل تاعهم مرخيين، دونك ما يخدموش بيان الخدمه تاعهم. هنا اللي جا مش راح يصرى، كي ما يمشيش مليح البول راح يلقاو ولا الميكروب راح يلقاو طريق باش يتكاثروا ويوليو يبروفوكي لنا اون انفيكسيون اورينير. ثاني بلا ما ننساو الضغط تاع الرحم على المثانه. لازم تعرفوا بلي كاين اللي اكزيست دو ستاد تاع الانفكسيون اورينير، يعني كاين زوج انواع ولا الا قدرت نقولهم انواع من الالتهاب المسالك البوليه. الاولى عندنا انسيستيت، يعني هنا لافيسي هي اللي تتقاس ولا المثانه اللي تتقاس. الاعراض تاعو حيكون عندك الحريق اثناء البول، تحبي ديري بيبي بزاف، وثاني تحسي روحك كي تدخلي ديري بيبي تحسي روحك من بلي مازال ما فرغتيش كلش. دونك هنايا اون سيستيت لازم ولا التهاب المثانه لازم تداوى غابيدمون، يعني لازم تروحي عند تحسي روحك بالهدوم الاعراض برك تروحي عند الطبيب باش تداويها غابيدمون، لانها قادره تتطور وتمشي الليرة. هنا مع تحسي كيما قلت لكم مع تحسي روحك باول الاعراض لازم تروحي عند الطبيب ولا عند لا ساج فام. هذا الاخير واش راح يمد لك؟ يا يدير لك تيست ثم في وسمو في عنده ولا عندها دير لك لي بوند لا هذوك اورينير سور بلاس، ولا تمد لك ان اكزام وسمو او سي بي. هذا الاكزام هو اللي نقول لكم فيه تروحي عند تجيبي هذيك القرعه هكذا لهذيك الباطا صغيره وديري البول تاع الصباح فيها باش نعيروه باش نشوفوا اسكو كاين اون انفيكسيون ولا لا. وقادر ثاني يمد لك انتيبيوتيك، يعني يمد لك دي انتيبيوتيك بلا ما يستنى لي ريزولطا. سورتو كاين هاد الحاجه لازم تبازيو عليها بزاف، ما تشربيش الدواء من راسك ولا وحدك، ولا سورتو الا جات عليك اون انفيكسيون من قبل ولا جات عليك الالتهاب هذا من قبل، يعني التهاب المسالك البوليه وعطالك الطبيب الدواء تروحي تشري كيفو. دونك هنايا لازم تحطي في بالك من بلي قادر يكون لو جيرم ماشي هو نفسه ولا الميكروب هذاك ماشي هو نفسه اللي دار لك اون انفيكسيون اورينير في المره اللي فاتت، ماشي هو نفسه اللي يدير لك هاد الانفيكسيون في المره الثانيه. دونك قبل ما تشربوا اي دواء لازم تروحوا عند الطبيب، هو اللي على بالو واش راح يدير لكم، هو اللي على بالو الدواء اللي يمد لكم. دونك هنايا ثاني لازم تحطي في بالك مي بلي انت اكي اونسانت وماشي جميع الدواء مسموح لك تشربيهم. دونك ما تشربيش الدواء من راسك سورتو الا كنتي اونسانت. لازم تعرفوا مي بلي يا اون سيستيت اي مال سواني، يعني ما داويناهاش مليح ولا ما داوتش كامل.
قادرة تتطور ونروحو وتولينا في المرحلة الثانية. كما قلت لكم بلي هذه لي زانفيكسيون اورينار ولا التهاب المسالك البولية عندها زوج مراحل، المرحلة الأولى اللي تحكم لنا في المثانة برك، والمرحلة الثانية كيما نداويوش هذيك اللي تحكم لنا في المثانة برك ولا في لافيزير راح تطلع لنا وتولي لنا تطلع حتى الليرة ولا للكلى تاوعنا. دونك هنايا ما لازمش نستعجل ولازم نداويوها بيان باش ما تطلعناش للمرحلة الثانية وهي تطلع الليرة تاوعنا ولا للكلى تاوعنا. دونك هنايا بزيادة على الأعراض هذوك تاع تاع الالتهاب كان برك اللي يكون في الـ في الـ في لافيسي ولا في المثانة، راحين يبداوك أعراض واحد أخرين هي انه الحمى تطلع لك السخانه. السخانه هذه تطلع بزاف، يعني تكون طالعه بزاف، تلحق حتى اكثر من 39 دوغري ولا اكثر من 39، من بين 38.5 ل 39 ولا اكثر. ويجيك سطر ثاني قوي جدا وسطر بزاف يعني واعر تحت الظهر. هنايا الانفكسيون اورينير الا ما داويناهاش عندها ريسك على لا غروسيس تاعنا، والريسك هذا الا كنتي افونسي في لا غروسيس تاعك راح تسبب لك خطر الولاده المبكره، والا كنتي في الشهرين في الشهور الاولى تاع الحمل تاعك راح تسبب لك الاجهاض. مي لازم تحطي في بالك ما كانش ماشي ريسك برك على لو بيبي تاعك ولا على الجنين تاعك، هنايا الاكثر اهميه انه الكلى تاعك يكونوا في خطر. دونك الى لقيتي روحك كيف المرحله الثانيه من هذه الانفكسيون، يعني من هذا الالتهاب المسالك البوليه، يعني الستاد الدوزيام ولا الحكبات تاع في اللي راه طلعت لك حتى الكلى تاعك، هنا وشنو لازم لك لوسبيتاليزاسيون، يعني هنايا راحين يشدوك في السبيطار. دونك من جهه باش يبدا يمدلو باش يداويو لهذه الانفكسيون، يعني يمدوا لك انت خاتمه وهو يكون عن طريق العرق، وثاني يحين يديروا لك مسكنات للالم لانه هذه المرحله توجع بزاف. دونك ومن جهه اخرى باش يعسو تطور الحمل، يعني هنايا باش يفيتيو ملي البيبي تاعك يزيد قبل الوقت. هاد لي بكتيري ولا هاد البكتيريا قادره تجينا من لابو تاعنا، يعني من الجلد تاعنا، وقادره تجي من المهبل وقادره تجي من الشرج ثاني. لازم تعرفوا ثاني ملي كاينه واحد الحاجه هي ماشي شرط تكون عندك اون انفيكسيون اورينير يجيوك معها الاعراض تاعها. دونك هنا كاينين لي زانفيكسيون اورينير ولا التهاب المسالك البوليه بدون اعراض، هنا فيه علامه يعني فيه الميكروب. دونك انت عندك لو ميكروب في البول تاعك مي ما عندكش الاعراض اللي تظهر لك على اللي تظهر يعني عليك. دونك هنايا هاد الظاهره تمثل 40% من حالات الالتهاب بالبول للحامل. دونك تلقاي امراه اونسينت عندها الميكروب في البول مي ما عندهاش الاعراض، هنايا هذا الامر اللي يزيد خطوره يعني حدوث مضاعفات الالتهاب المسالك البوليه. هنا علاش كي تروحي لعند لاساج فام ولا عند جينيكولوج تاعك توجور في شاك كونسلطاسيون عقبتها عنده لازم يحكم لك، لازم يعير لك البول عنده. دونك عنده دي بوندليت اورينير هذوك راح يشوف بلي اسكو عندك اون انفيكسيون اورينير ولا لا، ميم سي ما عندكش الاعراض تاعهم مي هو لازم يدير لك هذوك باش ينحي الشك. دونك اسكو قادرين نحميو روحنا من انفيكسيون اورينير سواء كنتي حامل ولا ما كنتيش حامل؟ كاين بعض النصائح هو انه لازم تشربي الماء بزاف في اليوم، يعني هو من المستحسن انك تشربي زعما لتر من الماء ولا حتى 2 لتر في اليوم. لازم ثاني تفرغي لافيسي تاعك ولا المثانه تاعك لازم تفرغيها، ما تحكميش البول سورتو 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 ما تحكميش البول. حبيتي تدخلي ديري بيبي جوزي ديري وما تحكميش، وايسيي ثاني تفرغي لافيسي تاعك كامل. دونك لازم تروحي ديري بيبي، هذه لازم تروحي تفرغي لافيسي تاعك بعد كل علاقه جنسيه، وهنا يقول لك من المستحسن انه ديري بيبي افون لي رابور سيكسيوال وبعدها. دونك قبل ما ديري علاقه جنسيه يعني لازم تروحي تجوزي التواليت تفرغي لافيسي تاعك وبعدها ثاني. دونك هنا عندك لا تواليت انتيم، هنايا لازم تغسلي روحك وما خطره في النهار. دونك ما لازمش تكثري على خطره في النهار، الصباح كي تنوضي وفي الليل كي تجي راح ترقدي. دونك هكذا راح تغسلي روحك بانجل، هنا لو جيل لازم تخيري الكاليتي المليحه، وثاني لازم لي سوفيتمون تاعك لازم يكونوا مقطنين باش وتبدلي توجور. دونك هنا باش ما تفابوز ما نخليوش هذيك الرطوبه اللي عندنا، وتنشفي ثاني بعد شاك باساج تواليت يعني بعد
كل ما تدخلي التواليت لازم تديري، لازم تنشفي مليح هكذا باش ما نخليوش الجو للفطريات هذوك، سواء اللي يديروا لنا اون انفيكسيون اورينا ولا اللي تسبب لنا اون انفيكسيون فاجينال. دونك هذه هي لا فات على فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون فدتكم فيها. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي جيم وبارطاجيو لا فيديو مع صحابتكم ولا مع احبابكم، وابونيو في القناه.